روسينا 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 يمرر هجوم خاطف وسريع محاولة قد تعلن عن تقدم الأسبقية بالفعل هي الأسبقية للسيادة اللعب بكاراة سويسري من أصول نيجيرية معاد من لوريون فرنسي يتمكن من تسجيل أول أهدافه مع الفريق في ثاني تواجد لحضور لي مع السيادة الأسبقية لصاحب الدار شفنا أتسيوني في انتظار رياكسيوني في انتظار رد فعل الانتر هل بمقدور الانتر ان يعود في هذه المباراه اوزمانوفيتش مع الكره اوزمانوفيتش في التمرير باتجاه كاسانو الفانتازيستا التعادل 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 العوده بسرعه سوبيتو بسرعه من جانب فريق الانتر هو من هو الفانتازيستا انطونيو كاسانو في كرة غلطت الحارس بيكولو يأتي التعادل للإنتر بيلا إنتر بيلا الإنتر الإنتر جميلة عادت الإنتر بسرعة كاسانو كنترول كاسانو لعب الفريق على التقدم لكن يا فرحة لم تكتمل السيناء على أن الروبين تبع في رانوكيا ممكن تصويب رائع الكرة المرمى إذن فريق السيادة يعود مجددا للتقدم إذا كان إيميك هارا يسجل أول هدف مع السيادة المرور والانطلاق للسيادة يلعب كرة السيستو إيميك هارا الثالث 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 ماذا سيحدث الحكم ركلة جزاء إيميك هارا سريع إيميك هارا يتسبب في ركلة جزاء وطرد طرد ليموت ركلة جزاء متخصص هندرويتش لكن روسينا سجل روسينا غير سمير ويوقع الهدف الثالث لصنع السيناء